مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم معنا ولقاء جديد ومتجدد ببرنامجكم الاسبوع الرفلي. موضوع حلقتنا النهارده يكون عن السمنه، وسعدنا ان يكون معنا ضيفا كريما علينا الاستاذ الدكتور محمد حمدي اسماعيل اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا على حضرتك دكتور محمد. احنا بنقول السمنه ويعني مخاطر السمنه واشياء كتير عن السمنه جدا، ودي بيعاني منها اغلبيه الشعب المصري ايضا. لو اتكلمنا في البدايه كده تعريف كلمه سمنه، ويعني اعرف ان الشخص ده عنده بدانه او سمنه عن الشخص العادي. مبدئيا لو حبينا نتكلم عن السمنه، هي الناس كلها بتاخدها من منظور واحد اللي هو زياده الوزن. فقط لا، هي عباره عن نظام حياتي خاطئ. يعني الانجليش كده هوت بروبلم ان لايف ستايل او لايف ستايل بروبلم. فلما نيجي نتكلم عنها، لا احنا نحب نعرفها كده ان هي نظام حياتي خاطئ. لما يوصل لنا المفهوم ده هوت هيوصل لنا المفهوم التاني اللي احنا ازاي نقدر نتعامل معاه. تمام، جميل. مبدئيا لما نيجي نقيم حالات السمنه في كذا طريقه للتقييم. اولا في حاجه اسمها معامل الكتله، وهو عباره عن الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر، ودي عباره عن بتطلع لنا رقم. الرقم ده بيحدد ان كان في وزنك طبيعي او نحيف او في سمنه او سمنه مفرطه. جميل. الوزن المثالي او الطبيعي المفروض نطلع ما بين 20 ل 24 و9 من 10. ده بالنسبه للحل، يعني للطريقه الاولى للتقييم. الطريقه الثانيه للتقييم عن طريق ان احنا ناخد بالتيب ميجرمنت او المزوره، ناخد مقاسات جسمنا وبنبدا نحدد مناطق ثابته، وغالبا بتبقى بوني لاند ماركس اللي هي علامات عظميه غالبا او علامات ثابته في الجسم. بالنسبه للبطن مثلا من عند السره سواء 5 سم فوق او 5 سم تحت، وبعد كده نعلى 10 سم فوق 10 سم تحت. وبالنسبه لمنطقه الفخذ من عند الصابونه بنبدا نقيس 10 سم 15 سم 20 سم، ونبدا على اساسها نحدد. الطريقه الافضل اللي انا شخصيا بفضلها ان احنا في حاجه اسمها كواليتي اوف لايف او جوده الحياه، ودي انا شايف ان هي اصدق وافضل شيء لتقييم السمنه. لان احنا لما نيجي نتكلم عن جوده الحياه او نيجي نتكلم عن السمنه وجوده الحياه، مفيش واحد بينزل عشان وزنه بقى 100 كيلو خالص، لانه بيعرف وزنه عند الطبيب المعالج او الاخصائي المعالج. جميل. لكن بينزل عشان خاطر طلع السلم تعب، بينزل عشان خاطر جه ينام نفسه كان ما مش قادر ياخد نفس كويس، بينزل عشان راح يشتري قميص القميص ما قفلش، بتنزل عشان جت تشتري فستان الفستان ما قفلش عليه، تنزل عشان الشتاء السنه دي جيت البس العبايه الفلانيه ما دخلتش. فدي الاسباب اللي دفعت الشخص نفسه انه يسعى وراء طبيب او اخصائي عشان خاطر يعالج موضوع السمنه. فانا بفضل في التقييم ان احنا نستعمل موضوع الكواليتي اوف لايف، ونبدا نكتب بوينتس معينه وليكن 10 مثلا بوينت. هنبدا نقول ان هو في عنده 10 مشاكل دفعته لزياره الطبيب المعالج او الاخصائي. هيبدا يقيم العشر مشاكل دول كل اسبوعين ثلاثه، ونبدا على اساسها يكتب رقم. وليكن بعد اول اسبوعين 3 من 10، بعد الثاني اسبوعين 5 من 10، وهكذا لحد ما يوصل تقريبا ل 8 او 9 من 10. يبقى كده احنا علاج، يعني نجحنا في علاج موضوع السمنه. طب دكتور محمد، السمنه عند الاطفال يعني بتبقى برضه مشكله. بنشوف بعض الاطفال في سن صغير جدا اجسام ضخمه جدا. يعني حتى بيبقى شكله بين زمايله بيبقى محرج، وبتسبب له احراج برضه، وبتسبب له مشاكل اجتماعيه ونفسيه. فعلا. دي بيكون برضه يا فندم سببها غياب برضه هنا الاسره، ولا الشرف في الاكل، ولا يعني ترك الطفل بياكل بنهم شديد او الوعي. الوعي. يعني هي المشكله كلها غياب الوعي. لان احنا للاسف ما بنعرفش ازاي ناكل اولادنا. ده للاسف. هي معتقد ان كل ما بتوكله حريص على ده هيتبسط، يعني بياكل وبيشرب عشان يبقى صحته كويسه. هي دي المشكله. ويا ريت بنديله الحاجه الصح. يعني هي مشكلتنا ان احنا بنركز في النشويات قوي، في السكريات قوي، في الحاجه الحلوه قوي، لكن اديله حاجه مفيده لا. يعني اسال مثلا اللي بتاكل رز كتير دي، انت اكلت فاكهه قد ايه النهارده؟ هتقول لك ده واحده وكلها بالعافيه، ده لو اديته. جميل. بالنسبه للاطفال مشكله الطفل عن الكبير حاجه واحده. الكبير لما وزنه بيزيد عد الخليه نفسها بتتملي بتكبر. فده اللي ادى للسمنه. لكن الطفل في مرحلة نموه لما وزنه يزيد، لا هو مش بيكبر، ده عدد الخلايا بتنقص بتزيد. هيقابل مشكلة أكبر لما عمره يزيد ويبقى بدين في إنه يخس ويرجع تاني لوزن مثالي بالنسبة له، أو مش مثالي، أقرب للمثالي بالنسبة له. الأطعمة يا دكتور محمد المسببة بشكل عام للسمنة المفروض نبعد عنها كتير، ويبقى جدول كده غذائي تمشي عليه الأسرة أو الأم بالنسبة لأطفالها، وأيضا بالنسبة للأشخاص اللي الكبار او العاديين. مبدئيا بالنسبه للسمنه
والأطعمة المؤدية ليها. عندنا النشويات بكثرة، كثيرة. عندنا الدهون بكثرة، الحلويات بكثرة، ده تؤدي إلى سمنة. وأنا يعني بكثرة، لأن كل حاجة أنت لازم تاخدها بس بالمقدار المناسب ليها. تمام. جميل. ما ينفعش نيجي نقول ده احنا في نظام غذائي مثلا هنعتمد على عنصر غذائي واحد، الأنظمة الكيميائية والكلام ده، أنا ضدها. لأنك في الآخر خالص بتحرم جسمك، بتحرم جسمك من كل الكلام الباقي، من كل العناصر الغذائية الباقي. كل عنصر غذائي أنت ما بتاخدوش بيؤثر على جهاز تاني أو عند يسبب لك مشكلة تانية. فأنا مش بخس عشان يحصل لي مشكلة، أنا بخس عشان حياتي تتحسن. مبدئيا كده أنا ما بفضلش الأدوية تماما في موضوع السمنة شخصيا يعني، وما بشتغلش بيها تماما في موضوع السمنة شخصيا، ولا الأعشاب ولا الأعشاب نهائي. والحمد لله من فضل الله الناس بتنزل 13 و15 و20 كيلو، يبقى القصة ما كانتش مش القرص البرشام دوت، ولا القصة العشب الفلاني دوت هو اللي هينزل. لا، احنا قلنا تاني، احنا لما جينا بداية الكلام نفسه قلنا السمنة ده عبارة عن نظام حياتي خاطئ، يبقى انا لو صلحت النظام الحياتي دوت لا يبقى انا كده هخس. تمام. ممكن كمان بدون الرجوع للطبيب، بدون الرجوع للطبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ عليه الصلاة والسلام. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. تمام. صلى الله عليه وسلم. الصلاة. لو جينا استخدمنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ده في حياتنا، انا كنت فاهمه خاطئ بصراحه. يعني احنا ما ناكلش لما نبقى جعانين، ولما ناكل نقعد ناكل كتير وما نشبعش. ده انا كنت فاهمه كده خلاص وانا صغير يعني. مع كبر السن لا، ادركت بقى، فهمت يعني ايه احنا ما بناكلش الا لما نبقى جعانين. يعني ما تاكلش الا لما تجوع، ما تاكلش وخلاص، يعني مش الاكل قدامي ونقعد اكل. تاني حاجه، واذا اكلنا لا نشبع، تلت وتلت وتلت. يبقى مساحة. لما اكل بالظبط ما اقعدش اكل لحد ما اعمل كده ومش شايف اي حاجه قصادي. لا، يبقى احنا لازم اذا اكلنا لا، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، يبقى لما نجوع ناكل، واذا اكلنا لا نشبع، يبقى لما تاكل ما تملاش بطنك على الاخر. دي ابسط نصيحه نقدر نقدمها لاي حد. تاني حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الكلام ده مش في الحركه الكونيه بس، لا، الكلام ده في حياتنا. معدلات البناء والهدم في الخلايا بالليل بتبقى قليله، معدلات الايض بتبقى قليله. بالبلدي كده، لو انا ورايا مشوار هبذل فيه مجهود جامد، هل بروحه بالليل؟ بروح الصبح. بروح الصبح، خليها بقى الصبح لما اصحى من النوم. ست البيت بتقوم تنفض الشقه بالليل؟ لا، بالنهار بقى. بالنهار. ليه بالنهار مش بالليل؟ لان بالليل معدلات الحرق قليله، عايزين يا دوبك نمسك الريموت ننام على السرير ونعمل كده، مش اكتر من كده. فمبدئيا يبقى احنا عندنا قاعدتين نمشي عليهم. القاعده الاولانيه، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، مفيش اكل بعد الساعه 7. تمام. القاعدة الثانية، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يبقى تاني حاجة، إحنا لما ناكل ما ناكلش إلا لما نحس إن إحنا جعانين، وإذا أكلنا ما نشبعش كويس. ده ببساطة من غير بقى أنظمة، يعني إحنا ما تطرقناش دلوقتي لأي أنظمة خالص. تمام. مجرد تنظيم حياتنا، تنظيم حياتنا بس هيكفل لينا إنقاص وزننا. بس. طب يا دكتور محمد، لو حبينا نتكلم عن النظام الغذائي الامثل عشان برضو يعني ما نخشش في السمنه، او تكون مأكولات معينه او غذاء معينه بتعمل على حرق الدهون بمعنى صح. ماشي. مبدئيا كده احنا لما نيجي نتكلم على المأكولات المعينة اللي بتساعد على حرق الدهون، الرياضة هتعتبر اكل برضه. الرياضة يعني انا بفضل ده، لان في الاخر خالص انت عايز ترسخ حاجة او مفهوم معين في ذهن المريض اللي جاي لك. انت عايز ترسخ في ذهنه ان مش القصة كلها ان انا اكل حاجة عشان اخس او اشرب حاجة عشان اخس. لا، انا لازم اعمل ديوتي معين عشان اخس، انا لازم اتحرك حركه معينه عشان اخس، انا لازم انظم حياتي عشان اخس. لازم تعلمه ده، لان في الاخر المريض هيقعد معاك فتره، شهر، شهرين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، مش اكتر من كده، وهيمشي. لو ما مشيش وانت قدرت توصل معاه، توصل معاه، مش خسسته بقى، قدرت توصل معاه لتنظيم حياته، يبقى انت فشلت. يبقى انت كمعالج فشلت، لان في الاخر خالص شهر شهرين وهيرجع تاني اكتر من الاول، يزيد. واكتر من الاول. اكتر من الاول ليه؟ لان الجسم عطشان، عامل زي الارض اللي مش ساقيها بقالك كتير، وجيت مره واحده اديتها ميه، الميه بتروح فين؟ كلها بتتشرب في الارض. تمام. جميل. هو جسمك بيبقى كده، مستني اي عنصر غذائي يخش له عشان يخزنه. فلا، لازم يتعود ازاي يعيش. عودته ازاي يعيش، هنكفل بقى ان انت وزنك اللي انت وصلت له ده ان شاء الله هتستمر بيه 4 و5 و6 سنين. تمام. دكتور محمد، في النهايه كده احنا بنقول يعني تدخل سريع ونصيحه سريعه كده من حضرتك لكل اللي بيشوفونا دلوقتي،
ناكل ازاي، نشرب ازاي، نعمل ايه بالظبط؟ ماشي. اولا مواعيد اكلنا لازم تتثبت، وده مش عقاب للي بيعمل رجيم، لا ده المفروض حياتنا كلها تبقى كده. فطار من 8 ل 9، غدا من 2 ل 3، عشاء الساعه 7 7 ونص، بعد كده مفيش اكل خالص. كميات الاكل لازم تكون كميات معينه ومحسوبه، ما نجيش كل الاكل يتحط في البيت مره واحده لا. وبالنسبه للاطفال ما تجبروش انه ياكل، كل خلاص ممكن الاكل ده يتشال ويرجع ياكله تاني بعدين. تاني حاجه نوعيات الاكل، لازم ندخل نوعيات اكل معينه زي السلطات مثلا، دي لازم تبقى حاجه رئيسيه في الاكل، لان دي قرص الفيتامين الرباني اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. لازم يكون فيه فاكهه، نقلل من كميات الدهون اللي احنا بنستعملها، يعني مش لازم كل حاجه تبقى مسبكه قوي يعني. تمام جميل. بس تمام. في نهايه اللقاء الدكتور محمد حمدي اسماعيل اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه، اشكرك جدا يا فندم، ويعني شرفتنا ونورتنا، ونرجو ان يكون كل الساده المشاهدين استفادوا النهارده اللهم من امين. يعني هذه المعلومات اللهم امين. لعدم الدخول في السمنه والافراط في السمنه. اللهم امين. شكرا لك يا دكتور شكرا محمد. لك يا فندم، تفضل.